صحيح يلا مساكم متابعين متابعين وكل خير يا اهلا وسهلا مشاركينا الجدد. تم اليوم الكشف عن صور مسربة وحصريا لجيب روب 2022. كما تلاحظون في الصور أصبح أبرز التغيرات هو في المقاعد، أصبحت مكسوة بالجلد وعليها خط، كذلك المقود. شاشة العدادات أصبح لديها شاشة معلومات بقياس 3 إنش. هذه هي الداخلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. سعد الله مساكم متابعين متابعين وكل وكل خير خير يا اهلا وسهلا مشاركين جدد. الجدد. تم اليوم الكشف عن صور مسربة وحصريا لجيب روب 2022.